احتفلت الطائفة اليهودية الأسبوع الماضي في المدينة السياحية بصنعاء بزواج الشاب هارون سالم شقيق حاخام اليهود لآل سالم بصعدة والمرحلين إلى صنعاء عام 2007 على خلفية أحداث صعدة. الحفل الذي أحياه الفنان عبد الرحمن الأخفش حضرته القبائل المجاورة لليهود بمدينة ريدة كإحدى الصور المعبرة عن ثقافة التعايش السلمي بين اليمنيين المسلمين واليهود. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. هارون واحد من أبناء الطائفة اليهودية بصعدة المرحلة إلى صنعاء عام 2007 ضمن 14 أسرة. يحتفل اليوم هارون بزواجه بعد أن أكمل دفع المهر وسداد تكاليف العرس. الشرط يعني حق الزواج 200، والذهب دفعنا 200 حقه، 100 كسوة، حق المزينة يعني 65 ألف. هذه يعني الذي اديناها لهم هناك. هنا يعني حوالي يعني 300 دفعناها في البيت، في أنا حق لحم حق غيرها. حضور رسمي في عرس هارون للتأكيد على المواطنة المتساوية لليهود مع المسلمين في وطن يعرف بثقافة التعايش السلمي، كما أن القبائل شاركوا الطائفة اليهودية حفلها. اليمني هو يمني، إن كان يهودي وإن كان مسلم، نحن هكذا وجدنا، ولن تغيرنا الظروف، ولن تغيرنا الأزمات، ولن تغيرنا الحروب. إن كانوا اليهود اليمنيين أو اليهود المسلمين فهم أخوان وسيظلوا أخوان متحابين، ولن يهاجر اليهود اليمين وطنهم، لأن هذا وطنهم الأصلي ووطنهم الحقيقي. الناس يعني من الجماعة، من الناس الذي جالسين في البلاد، دخلوا حراوة وهم لا موجودين، كنت أسأل كل واحد على بيدخلوا معاهم من البلاد، يعني بيجوهم جولوا، هذا مش ما بالله جار في حاجة، جار في كل شيء. يعني نشتي العرس يحضروا، ضروري يحضروا، ضروري يقدموا أكل ويقدموا كل شيء القبائل. في لا، احنا ما نحب إلا بلدنا، ولا يمكن إن احنا نتخلى عن بلدنا نهائيا مهما كانت. علي عبد الله صالح حفظه الله يعني قدم كل التسهيلات وكل يعني ما يحتاجوها ابناء الطائفة اليهودية في اليمن. على أنغام العود اليمني الأصيل غنى الفنان الأخفش ورقص الجميع بهجة وسرورا وفرحا. الأول والأخير هم يمنيين و... وما شفت أنا أي فرق، يعني هو الفرق إنه هذا يهودي وهذا مسلم. فشفت إنه في، لو لاحظت إنه كان في كثير يمنيين مسلمين ويهود و... وكانت الفرحة جميلة، إلى جانب إنه أنا عندي قناعة إنه اليهود كان لهم دور كبير في الجانب التوثيق، الأغاني الشعبية والأشعار وال... فهم لطيفين وسميعة وذواقين يمنيين، يعني مثلنا مثلهم، ما فيش أي فرق. احتفل هارون بزواجه بمشاركة رسمية وشعبية، ما يؤكد عدم التمييز تجاه الطائفة اليهودية في اليمن. من الكبسي، قناة السعيدة، لبرنامج صدى الأسبوع.